تحت رعاية السيدة انتصار السيسي وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قامت منظمة اليونيسف بتنظيم احتفالية لعرض نتائج مبادرة دوي لتمكين الفتيات بمحافظات مصر، وسط حضور عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات المجتمع المدني وممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر وشركاء التنمية. المبادرة بتشتغل في كافة محافظات حياة كريمة، المحافظات المستهدفة من مشروع تنمية الأسرة، ولكن طبعا الأهم بالرعاية هم محافظات الوجه الإبلي. منظمة اليونيسيف قامت بدعم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في إطلاق مبادرة دوي. هي مبادرة وطنية مملوكة من قبل الحكومة المصرية، وقدمنا الدعم الفني والتمويل، وده بفضل شركائنا في التنمية بما في ذلك الولايات المتحدة وهولندا وأسبانيا وغيرهم. المبادرة متكاملة، التمكين بمعنى الشامل بمعنى الكامل، إزاي تقدر تندمج في مجتمعها سواء بصوتها أو بقدراتها وعلى الإنتاج وعلى العمل. تلك المبادرة تأتي بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وتشمل عدة محاور تتمثل في مساعدة الفتيات في التعبير عن آرائهن وتجاربهن وتمكينهن من خلال الحصول على المعرفة الكافية والدعم من الأسرة والمجتمع، وكذلك تطوير مهارات التعلم الرقمي على الإنترنت. مبادرة دوي هي بتستهدف الفتيات من سن 10 لسن 18 سنة، بتتكلم على ثلاث حاجات مهمين جدا. الحاجة الأولانية إنها بتتيح مجال للحوار ما بين الفتيات وبعض باستخدام آليات حوار. هي مبادرة مهمة، ولكن هتكتشف إن هي مبادرة بتشجع على إن البنت تتكلم، بتتيح الفرصة أو بتعلم الناس وبتوضح الصورة، خصوصا الأولياء الأمور، يعني في إنه بنتك مش بس بنتك وابنك كمان من حقه يتكلم علشان مستقبل أفضل. الاحتفالية تأتي تتويجا لتعاون مثمر وعمل وطني ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة من خلال أنشطة المبادرة الوطنية دوي لتمكين الفتيات في مصر، خاصة بعد الوصول إلى ما يقرب من نصف مليون شخص على الأرض وإلى ما يزيد عن 60 مليون عبر الإنترنت. هبة الحديدي، الحياة اليوم.